يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس، وتحديداً الأسبوع الأول من شهر مارس، وهنوضح لكم الأرباح العالمية لكل فيلم، وهنعرفكم كمان تقييم كل فيلم من على موقع IMDb. وعموماً أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، ويا أهلاً وسهلاً بكم. وبتراجع فيلم 84 بريدي للمركز العاشر الأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز السابع. تم إصدار الفيلم يوم 3/2/2023. تصنيف الفيلم بيكون دراما كوميدي رياضي. قصة الفيلم مستوحاة عن أحداث واقعية، وبتحكي عن أربع ستات عواجيز بيطلعوا رحلة من أجل مشاهدة اللاعب المشهور توم بريدي. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 5.9 من إجمالي تصويت 2600 صوت. بعد 5 أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 38 مليون و 318 ألف دولار. I just really need this trip. I can't believe we're actually here. Taking this one. He's cute. So you don't have any tickets? How much for four? 10,000. 10,000. وبتراجع فيلم ماجيك مايك لاست دانس للمركز التاسع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز السادس. تم إصدار الفيلم يوم 10/2/2023. تصنيف الفيلم بيكون كوميدي ودراما، وعلى فكرة الفيلم متاح حاليا على المواقع الأونلاين، وزي ما وضحنا قبل كده إن الفيلم غير مناسب للمشاهدات العائلية. وعموما تقييم الفيلم على موقع IMDb حصل على 5.4 من إجمالي تصويت 5500 صوت. وبعد ربع أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 52 مليون 363 ألف دولار. Without further ado, I give you the visionary artist Magic Mike. وبتراجع فيلم بوس إن بوت للمركز الثامن الأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الخامس. تم إصدار الفيلم يوم 21/12/2022، وأعتقد كلنا عارفين قصة الفيلم كويس. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.9 من إجمالي تصويت 91 ألف صوت. وبعد 11 أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية 453 مليون و 554 ألف دولار. Hey, you wanna see something cool? Gracias, you've been great. Get home safely. Good night. وبيكون معانا في المركز السابع فيلم Operation Fortune، وده أول أسبوع عرض ليه في السينمات. تم إصدار الفيلم يوم 3/3/2023. تصنيف الفيلم بيكون أكشن وكوميدي وإثارة، والفيلم بيكون من بطولة النجم جيسون ستيسم. قصة الفيلم بتحكي عن واحد اسمه أورسن، والراجل ده كان شغال جاسوس تبع منظمة سرية، وكان عليه إنه يوقف واحد ملياردير من بيع الأسلحة الخطيرة، وبيضطر إنه يلجأ لممثل مشهور عشان يستخدمه في الخطة. بس هل في النهاية هينجح هو والفريق بتاعه ولا لأ؟ عموما تقييم الفيلم على موقع IMDb حصل على 6.7 من إجمالي تصويت 12,000 صوت. وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 33 مليون 947 ألف دولار. As a private contractor, you possess a unique set of skills. وبتراجع فيلم أفاتار ذا واي أوف ووتر للمركز السادس للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الرابع. تم إصدار الفيلم يوم 16/12/2022. قريب ان شاء الله الفيلم هيكون متاح على المواقع الاونلاين. وعموما تقييم الفيلم على موقع IMDb حصل على 7.8 من اجمالي تصويت 311 الف صوت، وقدر انه يحقق ايرادات بقيمه 2 مليار و 281 مليون دولار. Why do you come to us? I just want to keep my family safe. بتراجع فيلم جيسس ريفولوشن للمركز الخامس، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثالث. تم إصدار الفيلم يوم 24/2/2023.
تصنيف الفيلم بيكون دراما، وقصة الفيلم مستوحاة عن أحداث حقيقية حصلت أيام السبعينات. بتحكي عن الصحوة الروحية الأمريكية، تعتبر لحد الآن أعظم صحوة روحية في التاريخ الأمريكي. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 7.7 من إجمالي تصويت 2500 صوت. بعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 30,541,000 دولار. Benita's a bad. You're passing judgment on people you know nothing about. Maybe that's why your church is so empty. When God walks in here, brings me a hippie, I'll ask him what it's all about. Because I do not understand. وبيكون معانا في المركز الرابع فيلم أنمي ياباني اسمه ديمون سلاير. تم إصدار الفيلم يوم 3/3/2023 باليابان. قصة الفيلم بتحكي عن مواجهة تانجيرو مع شيطان قوي من الرتبة العالية. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 6.9 من إجمالي تصويت 887 صوت. وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 35,082,000 دولار. Striking with all my might won't be enough. I need 100 times the force. Summon every ounce of strength left. بتراجع فيلم كوكايين بير للمركز الثاني الأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثاني. تم إصدار الفيلم يوم 24/22/23. تصنيف الفيلم بيكون كوميدي وإثارة، وقصة الفيلم مستوحاة عن أحداث حقيقية حصلت سنة 1985. وبتبتدي أحداث الفيلم مع تحطيم طائرة كانت بتحمل الكوكايين، وبنشوف الدب وهو بياكل الكوكايين، وطبعا بيحصل له حالة من الهيجان. ابتدى يهاجم السياح وأفراد الشرطة وكل شخص كان حوله. عموما تقييم الفيلم على موقع IMDB حصل على 6.4 من إجمالي تصويت 14,000 صوت. بعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 52,012,000 دولار. Higher, baby. Oh shit. Get higher, baby. It kind of seems like. وبتراجع فيلم أنت مان للمركز التاني للأسبوع الحالي، ده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الأول. تم إصدار الفيلم يوم 17/2/23. وعلى الرغم إن الفيلم حصل على تقييم سيء من النقاد، بس كانت ردود أفعال الناس إيجابية نوعا ما. قصة الفيلم كانت بسيطة رغم إن الفيلم كان بيتكلم عن العوالم المتوازية وربطها بالعوالم الأخرى. عموما تقييم الفيلم على موقع IMDB حصل على 6.5 من إجمالي تصويت 78,000 صوت. بعد تالت أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 419,553,000 دولار. And shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. بيكون معانا في المركز الأول فيلم كريد 3. تم إصدار الفيلم يوم 3/3/2023. وتصنيف الفيلم بيكون رياضة ودراما. والمرة دي قصة الفيلم بتحكي عن اتنين صحاب من أيام الطفولة، ولسبب معين بيتم سجن واحد منهم لمدة 18 سنة، والتاني كان ملاكم مشهور وكان فاتح زي صالة جيم، وكان عنده أسرة جميلة وكان عايش في سلام، وكمان كان محقق بطولات كبيرة وعالمية. بس في يوم من الأيام حياته كلها بتتغير، وبيتفاجئ إن صاحبه اللي في السجن طلع وراح له البيت، وإن صاحبه ده طول فترة السجن كان محافظ على لياقته البدنية، وبيقابلوا بعض على الحلبة من أجل مواجهة مصيرية. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 7.4 من إجمالي تصويت 8,300 صوت. بعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 100,458,000 دولار. وعموما دي كانت افضل 10 افلام متصدره البوكس اوفيس، وتحديدا الاسبوع الاول من شهر مارس. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعه وتفعلوا الجرس، وبتمنى منكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وانستجرام علشان تعرفوا اخر اخبار الافلام الجديده. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.